حياكم الله معانا من جديد. مثل ما شفتوا في الانترو، اليوم موجود معانا رائد الاعمال الشاب الكويتي شملان البحر. مساك الله بالخير وحياك الله. سعداء بوجودك معانا. مشكوره. احنا دائما نقول شباب لان القلب شاب، وانت للحين مشكور يعني حقيقه شاب. خلينا نتكلم في البدايه اخوي شملان عن الاكونت اللي سويته في الانستغرام، وشلون جاتك الفكره، خصوصا ان انت كنت يعني رائد في الأعمال تدعم الآخرين في بدء أعمالهم الخاصة. طبعا يمكن كان شيء كورونا أول ما ابتدى الحجر. نعم. وقعدة البيت كانت شوي مزعجة. نعم. خاصة حق اللي متعود حق على الشغل والطلعة. فوالله ابتدت بيني وبين ربعي أطرش لهم بالجروبات، وطبعا يعني اذا الواحد عنده ربع صار لهم 30 سنه يعني الموضوع كله انه شنو هذا يعني ما فصارت مثل عناد وسويت الاكونت. والحمد لله يعني ما توقعت صراحه رده الفعل. انا كنت مسوي حق عمري وحق ربعي، يعني كان خاص اخوي شملان حق الربع وبس. إيه ما كنت متوقع كلش ان تكون نهائياً رده فعل الناس ومتابعين. نهائيا نهائيا ما توقعت، ولا توقعت رده الفعل صراحه من الجميع، يعني رده فعل المتابعين. لان اللي انا قاعد احاول اسويه هو يعني مثل ما انتم عارفين، واتوقع كلنا مرينا في هذه المراحل في حياتنا، تسمع اغاني معينه تطري عليك ذكريات معينه، مشاعر معينه. فانا خذيت هذه الافكار والمشاعر وحاولت اترجمها. فانا مفاجاتي انا يعني في بالي ان هذه الافكار في عقلي فقط. نعم. ولكن اللي اكتشفته ان الجميع عندهم نفس الرؤيه، نفس الطريقة، نفس النظرة. فطبعا هذا شكر للملحن وللمغني والكاتب اللي هم وصلوا صورة بشكل واضح اللي كلنا اتفقنا ان هذا خيالنا للموضوع. يعني متى حسيت ان هذا الفيديو اللي فرق معك؟ بعد ايش كثر من كم فيديو نزلته؟ والله من البداية، يعني من اول البداية واحد. إيه يعني ردات الفعل، وخاصة يعني أنا يمكن الفولورز اللي موجودين على الأكاونت ترى 7% كويتيين. 7% فقط كويتيين؟ فقط كويتيين. والباقي؟ يعني السواد الأعظم من جمهورية مصر العربية. أي. ومن العراق ومن الدول العربية الثانية إلى المغرب. ف يعني ردات الفعل من ايضا الشعب العربي اللي قاعد يشوف الفيديوهات هذه كانت في البدايه، من البدايه على طول. زين صدق خلال اسبوعين من بلشت في هذا الاكونت الجميل وصارت لك رده فعل، تواصلوا معك البي بي سي؟ اي تقريبا، يعني كان او بدايه يمكن رمضان اتصلوا علي البي بي سي في مقابله قصيره، وكانوا مهتمين هني. يمكن انا شوي حسيت انه في شيء مميز في الموضوع، لان كانوا مهتمين في مساله الرؤيه للاغنيه والرؤيه لطريقه تصوير الاغنيه وخيال الاغنيه. فكانت مقابله بس اعطتني تاكيد تقريبا على الشيء اللي قاعد اسويه. يعني مدى التميز، يعني انت شويه متواضع في كلامك وقاعد تنتقي كلماتك بصوره يعني وايد فيها تواضع. لكن انا لما دشيت على الانستغرام يعني، ومع انك مثلا مسوي 557 بوست، لكن ما شاء الله عندك 107,000 يعني. إيه. صراحة العدد ضخم جدا. يعني الحمد لله إنه، والصراحة بعد لازم أكون على قولتهم فير وعادل في الموضوع. الفولورز اللي في أنا كنت متخوف، أنا شوي حساس، ما أحب الكلام الزايد، ما أحب تعليقات يمكن تطلع يمين يسار، عادي أسكر الأكاونت وأروح، ما عندي مشكلة يعني. بس والله حتى الجمهور الصفحة، جمهور
واعي وراقي وجميل يعني لأقصى درجة. يعني الكلمات الشكر اللي يحطونها وكلمات اللي يقولونها كل يوم هي اللي تخليني ما ودي أوقف. زين أخوي شملان، إذا في أحد من متابعينكم يعني مهتم بهذه الصفحة الجميلة اللي قاعد تقدمها، قدم لك مقترح ليش ما تسوي كذي؟ تأخذ بآراء الناس ولا ملتزم بنفس الجو اللي قاعد يوصلك للناس بنفس والله هو بلش الموضوع على ذوقي الخاص. نعم. مستحيل يعني أقول لك لو يعطوني اللي يعطوني مستحيل، إلا إذا يمكن بنتي يعني أحد الوالدة لولو زعلانة لولو زعلانة ما تحب لك كانت والدي الله يحفظها. ليش؟ والله يعني مو متعودة على أبوها يطلع سوشيال ميديا صراحة، أنا مو متعود صراحة، بس إنه دام الشيء قاعد يطلع جهة معينة يعني يسلط الضوء على أغاني ترى ماتت وقليل اللي يعرف عنها. حلو. صناعة المقطع اللي بتسويه مع الأغنية القديمة هذه يبيلها يعني فنيات مخصصة، يعني إمكانيات خاصة، شلون تعلمت هذه الإمكانيات؟ تقص الفيديو ولا في أحد يسوي لك؟ لا هذا من على قولتهم طاطا اللي سلام عليكم هذا شغلك. إي وبالتلفون وهم تلفون قديم بعد مو إي، بس إنه لأن مجال شغلي تقريبا الحين 20 سنة غالبا متجه نحو العلاقات العامة والتسويق، فخلال هذه السنوات كلها اشتغلت ويا أفضل كرياتيف دايركترز موجودين، يعني إن كان في شركتي الخاصة أو بالشركات اللي اشتغلت فيها، فكلها كنت أوقف وراهم وأقول لهم سووا كذي وسووا كذي، فأشكرهم أنا في هذا الوقت إنه بكت منهم وايد افكار. يعني مو بس اغاني عربي قديمه، لا حتى اغاني اجنبيه وحتى كرتونيه. جراندايزر مسوي له بعد فيديو ويعني جايب عليه تقريبا 12,000 مشاهده. ففعلا انت يمكن كل ابناء الجيل اللي ربوا معاك على هالذكريات هم يمكن اهم ناس متابعينك. بالضبط، يعني متوسط الاعمار هو تقريبا مثل ما قلتي. ما نقايل شو الاعمار بس هو بالاخير هي ذكريات ومزاج عام. أنا اليوم شنو مزاجي؟ والله مزاجي طرى على بالي شيء، طرت على بالي قصة، طلعت برا الجو ذكرني في شيء، بعض المرات حتى الريحة ريحة المطر على الزرع تذكرك في أشياء، فهذه الأشياء كلها هي اللي تحرك العقل إنه يطلع في هذه الصورة اللي يحاول. بس أنت اليوم عندك متابعين ويبون الناس متعطشة يشوفون هذه الإبداعات، هل في جدول عندك معين تقول لا أنا بالأسبوع بقطلي بوست بوستين أو إنه لا؟ لا لا والله يعني كثر ما أقول لك إن الموضوع مزاج، أي يعني يعني احاول بعض المرات انه ما اغط وايد، بس الموضوع كله على حسب شنو انا قاعد احس في هذا الوقت. يعني بعض المرات خلاص تسمع الاغنيه ان كانت طالعه في مكان او تذكر شيء على طول اقضب التليفون، على الاقل اسوي البدايه اللي هو الشل مال الشيء على اساس اقدر اكمله بعدين عشان اذكر شنو هذه المشاعر اللي كنت حاس فيها في وقتها. بداية العمل ترسمه مثلا ولا شلون تبدي في مونتاج الفيديو مالك؟ ارسمه عقليا يعني ادري في مخي هذا المنظر اللي بشوفه، لان غالبا يعني بعطي مثال معين، يعني أغنية رد الزيارة لعبد الكريم عبد القادر أنا يمكن سامعها ولا يمكن 500 مرة خلال عمري يعني، فكل ما أسمعها هي نفس الفكرة تجي في البال، فلما أي أنا أرسم الموضوع هو أوريدي داخل المخ والعقل أو الذكرى تكون موجودة، هذا الوجه موجود، هذا الشخص موجود، فأحاول. وفي ناس وايد حتى ما قصرت، يعني ناس إن كان من الكويت ومن خارج الكويت يعني طلبوا أن يكونون في هذه الأعمال، فتلاحظوا في أشخاص وايد موجودين يعني وبغوا أن يكونوا من ضمن هذه الأعمال.
يعني أنا قاعدة أشوف بعد حاطط لقطات من أفلام حتى ممثلات موجودين. صح. يعني نجلاء فتحي وعندنا أكيد نبيلة عبيد وصفية العمري. صح. وهؤلاء فن يعني فنانات كبار لهم أكيد وزنهم وارسلوا لك رسائل شكر. إيه صراحة ما قصروا يعني رسائل جميلة وتشجيع كبير من كل أغلب الفنانين صراحة، وهذا شيء وايد فرحني. إذا الفنان نفسه اللي هو مغني الأغنية ودخل عليك بالسوشيال ميديا وعجبتها وابعثها حاليا عشان أنا أبي أحتفظ فيها، فهذا شيء وايد جميل. إحنا سوينا لك مفاجأة، وفريق الإعداد كان حريص إنه يفاجئك بشغلة، فايش رايك نشوف هذا الاتصال الهاتفي نسمعه مع بعض؟ مساك الله بالخير نجمة العرب والفنانة الكبيرة القديرة نبيلة عبيد. ألو. يا أهلا. يا أهلا بك يا حبيبتي، وأهلا بتلفزيون الكويت وشعب الكويت وكل اللي موجودين معك في الاستوديو. احنا سعداء جدا، يعني فنانتنا الكبيره انت فنانه الكل يعني صراحه ارتبط بافلامك وباعمالك وكل النوفلز اللي قدمتيها من كتابات ورقيه مقروءه الى التلفزيون والشاشه الكبيره من خلال افلامك العظيمه الخالده في الذاكره العربيه. احنا معانا شاب كويتي هو شملان البحر، صاحب أكاونت نوستالجيا، وأنت كان لك تعليق وتعقيب على الفيديوهات اللي ينشرها. فعايزين منك بقى كلمة، هو الحين موجود معانا وأنت معانا على الهواء، فنبي نقول حق المشاهدين شو اللي لفت نظر الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد لهذا الأكاونت. هو بصي النوستالجيا دي انا شخصيا عايشه فيها، يعني لما بتكون غنوه حلوه بتذكرني بوقت معين بروح مع الغنوه دي في نفس المكان اللي انا مثلا عشت فيه ذكريات وانا صغيره، امالي وطموحي بالنسبه للسينما، ايه الاغنيه اللي كنت بسمعها دايما وانا طفلة، كنا ساكنين فين. فالنوستالجيا دي دايما انا عايشة فيها على طول، وانا يمكن قبل ما تطلبيني برضه عاملة الراديو وبحط على ذات الاغاني اللي هي بتجيب الاغاني اللي بتخليني اعيش على طول في الجو اللي كانت فيه الاغاني دي انا عايشة فيها، سواء كنت صغيرة سواء ذكريات لما اشتغلت سواء لما، فأنا عايشة في النوستالجيا على طول، فعشان كده لفتت نظري. جميل جدا أخوي شملان، يعني إيش رأيك بهالمفاجأة وإيش رأيك بتقدير نجمة كبيرة بحجم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد لعملك؟ أكيد. أهلا يا ستي نبيلة. اهلا اهلا، عملوا لك مفاجأة مش كده؟ طبعا ستي نبيلة، انا لازم اتكلم واقول ان طبعا فيديوهات ستي نبيلة هي الاكثر مشاهدة عندي في الاكونت. الحمد لله. وطبعا انا تشرفت بالكلام معك وصراحة وتواضعك معايا اللي شجعني اني اشتغل على الموضوع ده، وإن شاء الله القادم أحلى. وشكرا شكرا على الاتصال ست نبيلة، يعني أسعدتيني كثيرا. أنا اللي سعيدة، وسعيدة بالفكرة بتاعتك وسعيدة بالحديث معاك، وإن شاء الله بإذن الله تكون بتعمل حاجات حلوة على طول إن شاء الله كده تسعد الناس بيها كده إن شاء الله يا رب. فنانتنا الكبيرة احنا نتمنى لك الصحة والعافية، ويا رب بس تنقضي أزمة كورونا هذه، وضروري ضروري تكونين منورتنا هني بالكويت وفي برنامج ليالي الكويت. حاضر حاضر حبيبتي، إن شاء الله يا رب يعني نعدي منها على خير، ربنا يدينا منها على خير إن شاء الله بإذن الله. وهتلاقيني موجودة لأن أنا بحب الكويت وشعب الكويت وعندي ذكريات فيها حلوة، وإن شاء الله يا رب الأيام تقربنا كده بإذن الله إن شاء الله حبيبتي.
يا رب إن شاء الله. كلمة أخيرة بس هأخذها منك، في أغنية معينة تذكرك بأحداث جميلة صارت بالكويت؟ لا، قولي السؤال من تاني. يعني هو احنا بنتكلم عن نوستالجيا والامور الجميله اللي ممكن اغاني تذكرك فيها، هل حدث ارتباط بين اغنيه محدده والكويت؟ هقول لك حاجه، هي قديمه بتربطني كده. وما تسالينيش ايه هي، خلاص انا هقول لك الاغنيه وخلاص. انا طبعا من هواة ام كلثوم ومن هواة عبد الحليم والحاجات دي، بس كلموني تاني عنك فكروني بتاعت ام كلثوم. بتفكرك بالكويت؟ لها ذكريات كده، يعني انا لما اسمعها بتفكرني بحاجات معينه. ايوه. طيب احنا راح نكتفي بهذه الاجابه لغايه ما تكوني عندنا على الهواء ونسالك بقى بالتفاصيل. خلاص اوكي يا حبوبه. اوكي يعني. مشكوره أوكي. شكرا جزيلا. الله يسلمك. يعني مداخله من نجمه كبيره بحجم نبيله. انت عاد تنغر الحين يعني، نبيله عبيد شخصيا مكلمتك على الهواء. انغر. هذه دلاله واضحه لنجاحك وابداعك، لازم تستمر. وبنتك لول والله يحفظها، خلها تشتري حد. والله عاد هي الامر الناهي الصراحه. بس يعني انا اللي وايد فرحان فيه ان الاكونت يعني تقريبا 50% في الفنون الكويتيه. وشيء وايد مفرحني ان الجمهور العربي وتقبله للفن الجميل. أكيد. طبعا هو نقوة، يعني هو مو كل الفن الكويتي جميل ولا كل الفن المصري لكن جميل مختارات. ولا العراقي. هو طبعا اللي عمله في حرص وروح ومشاعر صادقة هو اللي راح يوصل وراح يظل. يعني بتكلم عن مثال بسيط، يعني أغنية يا ليلة الوصل والسعودي لغريد الشاطئ الله يرحمه، يعني أغنية مو وايد مشهورة حتى بالكويت لو تسأل، مو الكل سامعها، يعني مو نفس مسموح، مو نفس الأغاني الثانية. لا تشوفون ردة الفعل لغير الكويتيين لهذه الأغنية، وهذا الشيء اللي يفرح وايد، إن أشياء مثل هذه الواحد ينفض الغبار ويقدمها بشكل وايد جميل. اكيد والله شملان البحر من نجاح لنجاح. اكيد ما بعد مداخله الفنانه القديره نبيله، يعني نشكرك ونتمنى لك التوفيق والله، ونتمنى لك الاستمراريه ومن هالاعلى يا رب. شكرا جزيلا لوجودك. وصلنا للختام. هذا الختام. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى من ليالي الكويت. الى اللقاء. مع السلامه.